السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدي ومولاي وحبيبي ومصطفاي محمد بن عبد الله. إخواتي، أقدم لكم أنا قناتي أنا وحياتي موقع السلفية مصر، الاثنين 26 أغسطس 2024، 22 صفر 1446. فضلا منكم وتكرم أتمنى تشرفوني وتدعموني باشتراك ولايك. موقع الصلاة على القاهرة، الفجر في الرابعة 58 دقيقة، الشروق في السادسة 29 دقيقة، يؤذن الظهر اليوم على مدينة القاهرة في 12:57، يؤذن العصر اليوم على مدينة القاهرة في 4:32، يؤذن المغرب اليوم على مدينة القاهرة في 7:24، يؤذن العشاء في 8:45. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.